على مرمى حجر يقول الجيش الوطني والمقاومة اليمنية إنهما اقتربا من السيطرة على محافظة الحديدة الاستراتيجية، حيث يلوح تغير في موازين الحرب على الساحة اليمنية. وتقوم قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية بتمشيط الجيوب التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وسط وصول تعزيزات للقوات المكلفة بالسيطرة على مدينة الحديدة. خيارات القوات المشتركة مفتوحة. مدينة الحديدة باتت أمرا واقعا على مرمى حجر من القوات المشتركة. الأنظار تتجه نحو مدينة باجل لقطع خط الإمداد الرئيسي بين صنعاء والحديدة. وكانت القوات المشتركة استعادت السيطرة على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، لتصبح بذلك على بعد كيلومترات قليلة من وسط المدينة الاستراتيجية، حيث يقع الميناء الذي يعد المنفذ البحري الوحيد للحوثيين الذي تستلم عبره الأسلحة والصواريخ من إيران. وعقب الخسائر التي أفقدتهم مساحات جغرافية واسعة في زمن قياسي، ظهر زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي مرتبكا ومعترفا بالهزيمة وتراجع قواته، وتحدث الحوثي عن حدوث اختراق وعدم احتوائه. كانت معركة الحديدة محتملة منذ بداية الحرب في اليمن نظرا للأهمية العسكرية والاقتصادية للمدينة الساحلية على البحر الأحمر، ويبدو أن الرياض انتزعت أخيرا ضوءا أخضر دوليا لبدء المعركة بعد تهديد الحوثيين للملاحة الدولية وناقلات النفط في البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران أدخل اليمن في قلب العاصفة الإقليمية والمفاوضات ضد طهران. ورغم أهمية معركة السيطرة على محافظة الحديدة التي تحتضن مينائين استراتيجيين على البحر الأحمر هما الحديدة والصليف، إلا أنها على سيناريو معركة عدن لن تضعف ميليشيا الحوثي ما لم تنتزع صنعاء من قبضتهم، وترسم بذلك نهاية الحرب في اليمن.